many pieces are back together now. What's your vision? اخواني اخواتي مرحبا بكم مره اخرى في هذا الاكزامان اللي كنا شفنا اليوم سي ديالو في الفيديو اللي سبقت. الوغ بالنسبه للاخوان اللي يشوفوا غادي يشوفوا معنا هاد لا بروميير بارتي ديال لا كوريكسيون, غادي نخليهم في الديسكريبسيون دونك لا فيديو اللي فيه لي نونسي ديال الاكزامان ولا قرينا فيه دونك البروبليم الاول ديال واحد ليتود دان فور دو فوراج. فهاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نصحح لا بروميير بارتي ديال بروبليم 1. وقبل ما غادي نبداو في التصحيح غادي نشوفوا دي رابيل كما تعودنا دائما. المطلوب من الاخوه والاخوات يجيبوا واحد الورقه واحد السيلو لان كاينين كلكو غولاسيون اللي هما مهمين ومن الاحسن انهم يكتبوهم باش من نشرحوا دونك التصحيح ديال الاسئله تكون قدامهم دونك ديك الورقه باش يعرفوا كاع لي غولاسيون اللي خدمناهم. على ما نظن ما غاديش نضيع الوقت مره اخرى باش نقراو لي نونسي لان ديجا رانا قريناهم في لا فيديو الاول. غادي نهود ديريكتومون دونك الغابيل ديال كالكو غولاسيون باش ندخل ان شاء الله في لا كوريكسيون. دونك لا بروميير بارتي قلنا غادي نتخاتيو فيها ترانسفير تيرميك باغ غيونمون. الوغ وجدت كالكو غولاسيون اللي غادي نحتاجوهم في هاد لابارتي الاولى. دونك بما اننا غادي نتريتيو لو كا ديال الغيونمون اللي غادي نحسبو فيه دونك الفلونات وغادي نحسبو لا غاديوزيتي, غادي نشوفو لي فاكتور دو فورم, ليميسيفيتي, دونك كاع حد لي بارامتر مهمين في غيونمون ودائما كنتلاقاو معاهم في لي بروبليم. غادي نشوفو كيفاش نحسبو هاد لي ديفيرون بارامتر ولا هاد لي ديفيرون لاكون. الوغ لا غولاسيون الاولى هي لا غولاسيون ديال لا غاديوزيتي. كيفاش كنحسبو لا غاديوزيتي؟ الا كان عندنا دونك لا تمبيراتور فواحد لا سيرفاس دوني غادي نحسبوها دونك بهاد لا غولاسيون الاولى جي اللي هي لا غاديوزيتي ايغالا ايبسيلون ليميسيفيتي فلا كونستانت دو ستيفان فلا تمبيراتور بلس ان موا ايبسيلون فوا او. داكور دونك الا كنا باغ اكزومبل باغي نحسبو لا غاديوزيتي جي ان غادي ندير ايبسيلون ان وندير هنايا تي ان. لا غولاسيون الثانيه هي سور اون سيرفاس دون. الوغ الا كنا كنعرفو واحد لا سيرفاس باغ اكزومبل اس 1 ولا اس 2 لو فلو نت غادي نحسبوه بهاد لا غولاسيون. على سبيل المثال الا بغيت لو فلو نت لا سيرفاس 1 غادي ندير في 1 نت ايغال ايبسيلون 1 اس 1 سور 1 موا ايبسيلون 1 ام 0 اللي هو ليميتونس موا جي 1. دونك لا غولاسيون ديال ليميتونس اللي هي ام بلا هاد لانديس اللي عندنا هنايا هي سيغما هي ايبسيلون سيغما تي 4. الى شفنا اخواني اخواتي ام افيك هاد لانديس اللي عندنا هنايا 0 يعني ليميتونس دان كور نوار تفقي و ليميتونس دان كور نوار هو سيغما تي على بيسونس 4. علاش؟ لان ليميسيفيتي دان كور نوار ايغالا 1. الوغ من نشوفو ام افيك انديس 0 ديريكتومون نديرو ايغال سيغما تي 4. بالنسبه لو فلو نت ايشانجي اونتر دو سيرفاس غادي نحسبوه بهاد الطريقه. الا كان عندي واحد ليشانج اونتر دو سيرفاس باغ اكزومبل في 1 2 نت غادي يساوي اس 1 اف 1 2 جي 1 موان جي 2. دونك اف هو لو فاكتور دو فور. دونك كيما قلت للاخوان هاد ليكزامان كيطلب بعض المعلومات دونك على الغيونمون باش نعرفو على من رانا كنتكلمو. دونك انايا حاولت انني ندير دي غولاسيون وغادي نعطيكم دي ديفينيسيون هنايا, ولكن يعني بالنسبه للاخوان اللي شافوا الترانسفير تيرميك راهم عارفين هاد دونك الفاكتور دو فورم هاد ليميتونس هاد لا غاديوزيتي. الوغ بور اس اي دونك لو فلو اي نت ايغال لا سوم دي فلو. يعني غادي نعطي اكزومبل هنا باش الاخوان يفهموا. بالنسبه لواحد باغ اكزومبل واحد لا سيرفاس اس 1 لو فلو 1 نت ايغال لا سوم ديال لو فلو 1 جي كتغير لنا من 1 حتى لو نومبر دي سيرفاس اللي عندي. على سبيل المثال عندي هنا في هذا الاكزام هذا عندي 3 سيرفاس. دونك الا بغيت نحسب
le flux 1 net, غادي ندير هو le flux 1 1 plus le flux 1 2 plus le flux 1 3. لقاش ندير 3 surface. Alors غادي نخلي l'indice i اللي هو 1 في هذه الحالة هذه ويبقى يتغير لي دونك غي جي على حساب لو نومبر دو سيرفاس اللي عندي. دونك هنايا كنحاول اخوان غير كنشرح لا غولاسيون نشرح لا غولاسيون لي غولاسيون ومن بعد في لا كوريكسيون غادي يبقى يبان لنا كيفاش نخدموا هاد العلاقات هادو. دونك بوغ كونيتر لي غاديوزيتي il faut écrire le système d'équation. دونك باش نحسبوا لا غاديوزيتي اللي هي لو كا ديال هاد لا بروميير بارتي ديال ليكزامون ديالنا غادي نحتاجو جوج ديال لي غولاسيون. علاش؟ لان كل غولاسيون متعلقه باللي دوني اللي عندنا في لينونسي. دونك لا بروميير غولاسيون كيما كتشوفوها غادي نخدموها الا كنا كنعرفوا لا تمبيراتور، ولا غولاسيون الثانيه غادي نخدموها الا كنا كنعرفوا لو فلو. دونك لا غولاسيون دو ريسيبروسيتي حتى هي كذلك معروفه فغيرمون هي اس اي اف اي جي ايكال اس جي اف جي اي. Par exemple, entre deux surfaces 1, 2, S1, F1, 2 égale S2, F2, 1. La somme des facteurs de forme égale à 1. Mohima, Mohima, bzafa de la carte. Daïmen, les facteurs de forme, les radicaux, on a dans l'exercice, smin de la somme d'elhom, ou la somme d'elhom égale à 1. Ainsi, FII égale à 0. Donc, F1, 1 ou la F2, 2 ou la F3, 3 égale à 0. Alash, nous allons donc à partir de la définition du facteur de forme. Je nous vois. Alash, FII égale à 0. Donc, la radiosité. Donc, nous allons la radiosité. Nous allons faire le facteur de forme. D'ailleurs, nous allons donc une petite définition. Je nous vois de la radiosité. Je nous vois le facteur de forme. La radiosité représente le flux thermique total quittant une surface. Donc le flux thermique qui est originaire de la surface, qui est la radiosité, ou l'unité de la, il y a le watt par mètre carré. Le facteur de forme est une fraction du flux rayonné par une surface isotherme et à émission reçue par une autre surface dans un milieu non participatif. Pas d'émission, pas d'absorption et pas de diffusion en volume. Alors, إلا شرحناها دونك بطريقة بسيطة فراكسيون دو فلو يعني واحد لا سيرفاس شنو هي لا فراكسيون دو فلو اللي كي يعطيها لواحد اون دوزيام سيرفاس بهذا المعنى. دونك باغ اكزومبل عندي واحد لا سيرفاس اس 1 دونك شنو هي لا فراكسيون اللي كي يعطيها لواحد لا سيرفاس اس 2 ولا واحد لا سيرفاس اس 3 دونك ببساطة او ليميتونس كما شرحتو اخواني اخواتي هنايا في هاد لا غولاسيون الثانيه قلنا هو سيغما تيكات بالنسبه لو كور نوار. مزيان دونك ا بارتير من لي نونسي اللي شفناهم في لا فيديو اللي سبق غادي نحاول نخرج لا كيسيون الاولى اللي هي كتقول مونتري كو بوغ لي سيرفاس اس 1 اي اس 3 لي زيكواسيون دون لي راديوزيتي سون جي 1 ايغال سيغما تي 4 على بيسون تي 1 على بيسون 4 et G3 égale à G1 plus G2 sur 2. On rappelle que la paroi latérale S3 est isolée et donc le flux net 3 égale à 0. Donc il y a la question de l'oula, l'ishfna, la partie de l'oula, l'énoncé. Donc, radimbda de la relation l'oula, l'ishfna. Donc, on a talbin minna la radiosité, alors radimjin appliqué à de la relation l'oula. Aïe, frakita et khani. Radia la relation l'ishfna, rappel. دونك مادام راني كنقلب على لا غاديوزيتي جي 1 دونك غادي نخدم بلي زانديس ديال لا سيرفاس اس 1 دونك جي 1 ايكال ايبسيلون 1 سيغما تي 1 على بيزونس 4 بلس 1 موان ايبسيلون 1 او اور عندي ايبسيلون 1 ايكال 1 شفناها في لينونسي. دونك من الاحسن اخواني الى شفتوا لا فيديو الاول وقريتوا لينونسي سجلوا واحد الورقه لي دوني كاع اللي عندكم باش من تشوفوا لا كوريكسيون كتشوفوا كاع لي دوني اللي عندكم وكاع دونك لي فالور اللي غادي نخدموهم في لا كوريكسيون. دونك مادام عندي ايبسيلون 1 ايغال 1 الوغ هاد لو تيرم هذا غادي يولي ايغال 0 متفقين و ايبسيلون 1 نعوضها ب 1 غادي تبقى غير سيغما تي 1 على بيسونس 4 داكور. دونك غادي نكون ببساطة ديمونطريت على لا غاديوزيتي بالنسبة لا سيرفاس اس هي هادي اللي مطلوبة مني. غادي نمشيو لا غاديوزيتي جي 3
خصنا نبينوها تساوي لنا جي ان بلوس جي دو سور تو. مزيان. دونك اون رابيل كو لا باغوا لاتيرال اس 3 اي ايزولي، دونك شفناها عاطينها لنا في لي دوني. دونك مادام اخواني قلنا مين كيكون عندي لو فلو هو اللي معروف، غادي نخدمو هاد لاغولاسيون تفقي، لان عندي الفلو معروف ايكالا زيرو. داكوغ، دونك لو فلو 3 نت كيفاش غادي تكتب لي؟ قلنا لو فلو 3 نت هو لا سوم ديال لي فلو بالنسبة لي زوطخ سيرفاس. دونك إلا حاولت أنني نحل هاد لاغولاسيون كيفاش غتولي لي؟ غادي نشوفو. لو فلو 3 نت اللي قالوا لنا ايكال ا زيرو غادي يساوي لي لا سوم الفلو ديال 3 1 بلس 3 2 بلس 3 3. متفقين؟ مزيان. كذلك شنو هي العلاقة ديال الفلو؟ رانا شفناها في الرابيل، هي اس اي اف اي جي جي 1 موان جي 2. دونك غادي نكتب كل فلو اللي حليته هنايا بهذا الشكل اللي عندي هنا. غادي تولي لي لو فلو 3 1 ايكال اس 3 اف 3 1 جي 3 موان جي 1 بلس لو فلو 3 2 ايكال اس 3 اف 3 2 جي 3 موان جي 2 و لو فلو 3 3 اس 3 اف 3 3 جي 3 موان جي 3. دونك هاد لو تيرم جي 3 موان جي 3 ايكال ا 0 دونك غادي يكون اليميني. غيتبقى لي غير هاد لا كونتيتي بلس هاد لا كونتيتي ايكال ا 0 حيتاش قلنا لو فلو ايكال ا 0. متفقين اخواني اخواتي؟ مزيان. غادي نشد هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا. عندي ساشون كو اف 3 1 اي اف 3 2 متساوي غيزون دو سيميتري. قلنا شنو قلنا على لو فاكتور دو فورم؟ قلنا هو الفراكسيون دو فلو، فراكسيون دو فلو غيوني باغ اون سيرفاس اي روسو باغ اون اوتر سيرفاس. يعني واحد لا كونتيتي اللي كيعطيها واحد لا سيرفاس لواحد لا سيرفاس. مزيان. دونك غادي نشوف انايا الفاكتور دو فورم اف 3 1 واش متساوي مع اف 3 2. درت انا اونتر بارونتيز ريزون سيميتري، ولكن غادي نطلع نشرحها في الشكل اخواني باش تبان الفكره. الوغ الشكل ديال الفور ديالي هو هذا. متفقين؟ دونك عندي لا سيرفاس كما قلنا لي زانديس اف 3 غادي نعطيوه لي سيرفاس لاتيرال، اف 1 لا سيرفاس سوبيريور، و اف 2 لا سيرفاس انفيريور. الوغ حنايا شفنا في ليغاليتي قلنا اف 3 1 ايكال اف 3 2. متفقين؟ يعني ان هاد لي سيرفاس هادو اللي دايرين لا كونتيتي اللي كتخرج منهم غيوني اللي كتمشي لاس 1 هي لا كونتيتي اللي كتمشي لاس 2. علاش كتبت غيزون سيميتري؟ يعني عندنا واحد الربع ديال لي سيرفاس لاتيرال، يعني اوتوماتيكمون لا كونتيتي دو فلو اللي كتمشي لهاد لا سيرفاس هادي هي لا كونتيتي اللي كتمشي لهاد لا سيرفاس، وبالتالي غادي نديرو اف 3 1 ايكال اف 3 2. نرجع لا غولاسيون ديالي. فوالا اف 3 1 ايكال اف 3 2. وغادي نفاكتوريزي دونك باس 3 اف 3 1 غادي تبقى لي جي 3 موان جي 1 بلس جي 3 موان جي 2 ايكال 0. متفقين؟ دونك عندي لا سيرفاس والفاكتور دو فورم ديفيرون دو 0، غتبقى لي جي 3 بلس جي 3 هي 2 جي 3 ايكال جي 1 بلس جي 2، وبالتالي غادي نتلاقى جي 3 ايكال جي 1 بلس جي 2 سور 2، وغادي يكون خرجت دونك لا غولاسيون تاني. مزيان. دونك لا دوزيام كيستيون كتقول لنا مونتري كو بور لا سيرفاس اس 2 ليكواسيون دونون لا راديوزيتي جي 2 بو سيكريغ بهاد لا فورم هادي. الوغ قلنا مين كنكون نعرفو لا تمبيراتور، حقاش عطاونا في لي دوني دائما لا تمبيراتور تي 2 اللي هي 1000 كيلفين. الى رجعتو اخواني لي دوني غتلقاو 1000 كيلفين. غادي نخدمو قلنا هاد لا غولاسيون. مزيان. الوغ مادام راني خدام في لا سيرفاس اس 2 غادي نكتب دونك جي 2 ايكال 1 موان ايبسيلون 2. داكوغ،
وهنايا عندي لا صوم ديال لي فاكتور دو فوا. دونك عندي اف دو ان جي ان بلس اف دو دو جي دو بلس اف دو تخوا جي تخوا. داكوغ. قلنا الاي كتمثل لي هي لانديس ديال الاول، يعني هي دو مغاديش تغير، و لا صوم غادي تكون على جي. داكوغ. لان جي عندي تخوا سيرفاس غتكون من ان جوسكا تخوا، دونك غادي تولي لي الى حليت هاد لا صوم هادي غتولي لي بهاد الطريقه هادي تساوي ايبسيلون 2 سيغما تي 2 على بيسونس 4. قلنا اف اي اي ايغالا 0 شفناها في غابيل، علاش؟ لان لا سيرفاس ما كيقدرش يغيوني على راسو بهاد المعنى هادي، يعني عندك واحد لا سيرفاس كيعطي دونك لو غيونمون لدوتر سيرفاس، ما كيقدرش يعطي الغيونمون غير لنفسه، داكشي علاش كنديرو اف اي اي ايكالا زيرو. دونك هاد لا كونتيتي غادي تمشي ايكالا زيرو، شنو غادي يبقى لنا؟ غادي تبقى لنا دونك هادي ايكالا هاد ايبسيلون دو سيغما تي دو ابيزونس كات. مزيان، شفنا قلنا لا صوم ديال لي فاكتور دو فورم ايكالا ان، يعني الى حلينا عاوتاني هاد لا غولاسيون غتولي لي اف دو ان بلس اف دو دو بلس اف دو تخوا ايكالا ان، هذا ايكالا زيرو، يعني غادي يبقى لي غير اف دو 3 ايكال 1 موان اف دو 1. متفقين؟ مزيان. دونك غادي نرجع، غادي نرجع لاف دو 3، ها هي اف دو 3 عندي هنا يا اخواني، غادي نعوضها بهاد لا غولاسيون اف 1 موان اف دو 1 جي 3، و جي 3 بيناها بينما هي جي 1 بلس جي 2 سور 2. شفناها في لا كيسيون الاول، ها هي في الراه جي 1 بلس جي 2 سور 2، و جي 1 حسبناها قلنا هي سيغما تي 1 على بيسونس 4، يعني عوضت كاع دونك لي غولاسيون لي ديمونطرتهم في لا كيسيون الاولى هنايا في هاد التعبير اللي عندي هنا. متفقين؟ دونك هذا مجرد تعويض ديال جي 1 اللي هي سيغما تي 1 على بيسونس 4 وديال جي 3 اللي هي كامله جي 1 بلس جي 2 سور 2. مزيان. دونك مادام راني كندور على جي 2 غادي نجمع دونك لا بارتي جي 2 ديال لانكوني جي 2 من واحد الجهه ونجمع لي بارتي لا بارتي ديال لي كوني بوحد. دونك عندي هاد الان موان اف دو 1 مضروبه في هاد لا كونتيتي هادي، يعني غادي تولي لي اف دو 1 سيغما تي 1 على بيسونس 4 اللي عندي هنايا بلس 1 موان اف دو 1 سور 2 هاد اللي عندي هنايا سيغما تي 1 على بيسونس 4 بلس 1 موان اف دو 1 سور 2 في جي 2. دونك غادي نحل هاد العلاقة هادي باش ندير دونك لي جي دو من واحد الجهة واللي كنعرفهم من واحد الجهة، غادي يخرج لي جي دو موان ان موان اف دو ان سور دو في جي دو في ان موان ايبسيلون دو كتساوي لي هاد لا كونتيتي هادي، وبالتالي هنايا غادي نفاكتوريزي بجي دو. داكوغ. دونك وغادي ندير هاد لا كونتيتي نقسمها من هاد الجهة اللي هنايا وغادي تخرج لي اكزاكتومون لا غولاسيون اللي طلبوا منا في لا كيستيون التانية. دونك حتى لهنا اخواني غادي نكون وصلنا لا كيستيون التانية، غادي نوقف في هاد النيفو لان على حسب لونغيجيستخومون دائما ما كنبغيش نديباسي 18 دقيقة باش من نزل لا فيديو في يوتيوب ما تاخدش ياخدش بزاف ديال الوقت. بقاو معايا يا اخواني اخواتي وغادي نشوفوا لا سويت ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.